السلام عليكم المشاهدين. اليوم غادي نهضروا على داك كوبل ديال مكناس والزوج ديالها اللي خرج واحد الفيديو وكيطلب الاعتذار من المرأة ديالو اللي هي فاطمة الزهراء، وكيقول لها سمحي ليا يلاه فاق من القلبة، وقال هذاك الشيء كامل اللي كنت ندير مع أسامة وسليمة غير تبرهيش، وانايا يلاه ندمت على داك الشيء اللي درت، وليت تنقول اه انا كنت تابع أسامة في داك التخربيق وتابعه من طنجة الخميسات، هو باغي نادى حسي وداك تابعو تيشوف زعما داكشي كامل ديال التبرهيج وديال الدراري صغار، وقال انا دابا عاد فقت من القلبه وشفت بانني بعقلي وزعما راجل رزين وكندير داكشي ديال المراهقين ديال 17 ديال 18. وفي الحقيقه كاع الناس هاجموه وحتى صحاب المنتقدين فيقوه شويه من القلبه، حيت هو ما كانش واعي بداكشي اللي كيدير. فيديوهات انتقاد كانوا دائما كيقولوا ليه مراد هادشي راه صغير عليك، هادشي اللي كدير مع اسامه زوج سليمه راه صغير عليك، واحد النهار غادي باغي يمشي صالح سليمه مع اسامه تابعه في المحكمه، بزاف بزاف ديال الحوايج دار. وقال اليوم انا ندمت واعترف بالغلط ديالو، قال الزوجه ديالي هذاك الشيء اللي تهاجمتني وهذاك الشيء اللي عايرت فيا وهذيك الهضره اللي هضرت راه قليل في الحق ديالي، حيت انا داكشي كتندير ديال التبرهيش ماشي ديال الراجل بعقله، ماشي ديال الراجل كينتظر مولود وعندو زوجه وعندو بيت. قال انا ملي جيت نفيق من القلبه وجيت ندم لقيت فات الفوت وما وقفتش مع المرا ديالي في وقت وحمها وفي وقت حملها، ودابا هي بغات تمشي تفارق معايا تطلق مني بهذا السبب التبرهيش اللي درت، وانا ما نقبلش ولدي ربيه ليا شي واحد براني، انا ولدي بغيت نربيه عندي. وباش تسامحوا فاطمة الزهراء وترجع ليه، قال للمشاهدين اشنو الكادو اللي غادي يخليها تسمح ليا على هاد الاغلاط كاملين اللي درت. بطبيعة الحال المتابعين كل واحد واش اقترح، والاكثريه والاكثريه اللي اقترحوه هو قالوا ليه خاصك تكتب ليها النص في الدار، هذيك الدار اللي انت عندك راهويا دائما حاطه في الفيديوهات ديك الدار ديك الدار، انا باغي نكمل الصالون باغي ندير هذه، تابع اسامه وكيقول باغي لقط فلوس باش يدير يكمل الدار ديالو التجهيزات. قالوا لي علاش ما تكتبش ليها النص في الدار باش هاد السيده تثق فيك بانك واحد النهار ما غاديش تخوي بها، وخصوصا فات واحد المره وباع ليها الطوموبيل ديالها وقالها بلسانه قال هادشي علاش ما بقاتش كتثق فيا حيت انا بعت ليها طوموبيلتها. واليوم ملي اقترحوا علي الناس كاملين والمتابعين قالوا لي كتب ليها النص في الدار، فكر هو وقال انا اللي غندير فاطمة الزهراء ما غاديش نكتب ليها النص في الدار، لانني غادي نكتب ليها الدار كامله باش تسمح ليا وباش تثق فيا وباش تجي نجمعوا ونكونوا اسره واحده وولدنا يكبر بيناتنا. هذا هو التفكير ديالو اللي فكر فيه بانه غادي يكتب ليها يكتب ليها الدار عفوا بالاسم ديالها باش تسمح ليه وترجع ليه. هذا هو الاقتراح ديالو هو، ولكن الصدمه بان فاطمه الزهراء ردات عليه واحد فيديو وقالت بانها ما باغاش هذيك الدار، قالت انا الا مشيت حتى كتب لي الدار هي اللي معاشره وهي اللي عارفه ومزوجه بيه شحال هذا، قالت دائما غيقول لي انت طماعه انتيا ما كتحبينيش وما كتبغينيش انا انتيا راجعه ليا غير على حساب الدار، انتيا ماشي انسانه زعما ديال العشره ولا ديال المعقول ولا ديال الاولاد وداكشي. هادشي هي فين مشى التفكير ديالها بانها راه غادي يبقى يعيرها دائما بهذيك رجعتي ليا على حساب الدار، قالت انا ما يمكنش نتقبل يكتب ليا الدار. بطبيعه الحال حتى هو غادي يقول هادي نيت راجيه طماعه على حساب كلامها حقيقي، ولكن انا كنظن يكتب ليها النص احسن، يكتب ليها النص منها ضمن حقها وحق وليدها اللي في كرشها، ومنها حتى هو ما يبقاش يدير داكشي السبياني وداكشي ديال التبرهيج وداكشي ديال التقليقه، يدير شويه عقله الا كانوا تيحبوا بعضياتهم وناويين يكملوا. هذا هو الاقتراح بالنسبه لي انا، هو انهم يديروا ديك الدار في سميتهم بجوج كما اقترحوا جميع المتابعين. الا كتبها عليها الدار في سميتها كامله ضروري غيجيو خلافات، حنا الازواج ضروري دائما كنختلفوا وضروري كنغضبوا، وفي اي وقت غتقول ليه خرج عليا برا وغيسيب راسو في الزنقه، حتى
حتى هو ما نبغيوش يضيع، وحتى هو ما نبغيوش يكون خلى داك على برا، حتى هو تكون عنده نصيب في هذيك الدار حيث هو اللي بناها وهو اللي كافئ عليها. وطبيعه الحال حتى هو دوك الفلوس اللي شرا بهم الدار من حقه. هذا هو الاقتراح ديال جميع المشاهدين، واقتراحي انا شخصيا كنقول ليه يقسمها بالنص، تحط هي في سميتو وهو في سميتها. هو قال نهار غادي نجيب فاطمه الزهراء ونكتب ليها الدار في سميتها، غادي داكشي يكون موثق في فيديو باش الناس كامله تشهد عليه. اسمح لي يا خويا، هذوك المشاهدين او المتابعين راه ماشي هما اللي غيعيشوا معاكم في البيت الزوجيه دائما. هذوك المشاهدين راه داكشي اللي كتصوروا ليهم كيعطيو الراي ديالهم وكينتقدوكم وكيخرجوا يقولوا هضره اللي كتبان ليهم. اما باش اي حاجه كتشهد عليها الناس، تعالوا شوفوني انا كتب لمراتي، تعالوا انا كنعيط لنسيبتي غنمشي عندو في العيد، سمعوا راه اش قالت لي نسيبتي، هذاك الشيء راه ماشي مزيان. واخا تقولي انت انا حيدت من التبرهيش وداك الشيء اللي عقلي صغير، بان لينا نفس الغلط باقي كديرو وباقي اصلا تتصرف داك الشيء ديال 18 17، ماشي زعما ديال شي راجل رزين اللي بعقله وباحكاميه. الواحد ملي كيبغي يتصالح مع نسابو ولا مع الزوجه ديالو ما كيجيش يشركها مع المتابعين، تشتك هاد المتابعين دخلتيهم اكثر في حياتك اكثر من الزوجه ديالك، وليتي كتشارك معاهم حتى مكالمات هاتفيه كتقول لهم قولوا الراي ديالكم، شوفوا الناس اش قالت لي، شوفوا نسابي جاوبوني. هاد الشيء ما كنشجعكش عليه خويا، وحشومه تبقى دير بحال هاد لي فيديو هادو. ما تعيطش نسيبتك على واخا قلتي انا رانا شورتها بان المكالمه غدوز في اليوتيوب، ولكن مع العلم ان هاد الشيء كيبقى شخصي. واي حاجه درتيها انت والزوجه ديالك، سواء كتبتوا الدار سواء شي حاجه شخصيه، خليوها بيناتكم ما تشاركوهاش في السوشيال ميديا. ولا بغيتوا تشاركوا شاركوا شي احتفال، حنا كنحتفلوا بعيد ميلاد، حنا كنطيبوا في هاد العشاء، حنا سافرنا، داكشي اللي ايجابي اللي غادي يحب الجمهور فيكم واللي غادي تتوما تكونوا مرتاحين. اما بحال هاد الشيء الشخصي اللي داخل خلى داك في العميق، ما يمكنش تبقاو تشاركوا كل شيء مع الجمهور يلا باش الناس انا تفرج فيا باش نطلع ليفي باش نجمع دوك الفلوس في اخر الشهر. تحط حياتك كامله خلى داك ورقه كل واحد يكتب فيها اللي بغى. هذه توعيه من عند متبعه وفيه اللي كتخاف على مصلحه اي عرسان او اي متزوجين من هزام، وخصوصا بهذا اليوتيوب هذا راه ولا كيفرش كلشي، ولا واحد اي مشكله صغيره كيخرج ويقولها في السوشيال ميديا وكتزيد تكبر وتكبر وتكبر، وخصوصا ان الزوجه ديالك كتنتظر مولود. حتى هي دير شويه عقلها، ما تبقاش كلشي تخرج تقول فيه بحال واحد الفيديو كنتي انت وياها جايب لها شي حاجه فتاكل على اللوحه من نبق من نبق، قالت لي لا حتى اللي كلتيه لا حتى اللي كالو، قالت لك هذا راه غير عامر غير كذوب. حالتها هي نقصات منك قدام الجمهور، قلتي ليها لا ما تقوليش ليا انا كذاب. شتي حاجه بسيطه كتنوضوا تخاصموا عليها، بحال هذيك اللقطه كان عندكم تقطعوها ما تشاركوهاش مع الجمهور. هذاك الواحد يقمع واحد، واحد يقول كلام خيب، واحد يقول، دائما صوروا غير الايجابي، داكشي الشخصي اللي غينقصك نتايا امام الجمهور داكشي اللي غينقص منها هي، من الاحسن ما تصوروش وما تحطوش في السوشيال ميديا. شكرا على المتابعه، وهادو نصائح مهمه لاخر كوبل ديال المكناس، وبالتوفيق الله يجمع شملهم. راه محطه واحد البوست البارح بانهم مصالحين مجموعين في العيد. نتمنى ويكون خير، ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوناش من التشجيع وديروا لنا لي لايك، لي لايك راه ما غينجح ما والو غير الفيديو باش يشوفوه ناس كثار. ومع السلامه والى اللقاء.